الأخرى في الدولة، ستشهد بعض المناطق أمطار متوسطة إلى غزيرة، والفرصة في المساء تكون أقوى إن شاء الله حتى صباح الغد، وما زال الهواء قوي في بعض المناطق حيث يؤدي تدني مدى الرؤية الأفقية. فنرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر عن الطرقات الخارجية وتجنب ارتياد البحر. أكدت قطر وكوريا في افتتاح قمة الدوحة على ضرورة تحقيق التضامن العربي على أساس أن تكون هناك إدارة للخلاف النابع من تباين وجهات النظر. قاطع الزعيم الليبي معمر القذافي أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني خلال إلقائه كلمته في افتتاح القمة العربية، ليدعو العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تبادل الزيارات بينهما بعد سنوات من الخصومة. اتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير إسرائيل بتدريب ومساعدة مسلحي دارفور، وحث القمة العربية على تجنب الفرائض مدة سنة أخرى. قال مصدر دبلوماسي اليوم إن المكتب الأمريكي الخاص بالسوداني سيقوم هذا الأسبوع بأول زيارة له إلى الخصومة، وقد يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير. تبدأ القوات البريطانية بالانسحاب من العراق رسميا غدا في خطوة تؤكد انتهاء ست سنوات من العمليات العسكرية. والنحو الأخير قتل أربعة مسلحين وقتل عدد آخر في أعقاب حصار استمر نحو ثمان ساعات لأكاديمية للشرطة في باكستان اليوم.